هعمل عصير سترس، اي حمضيات عندكم. كل ده هحطه بقشره في الخلاط مع قطعة جنزبيل وقطعة كركم طازة. حطيت كل الحمضيات هنا ما عدا الجريب فروت، مش بحط القشر بتاعته ولا اللب البيض، عشان اللب الابيض ده عبارة عن زي الجيلاتين وبروتين، فبيعمل كثافة عالية. هحط يا دوبك قطعة صغيرة بس، وكمان عشان ما يعملش مرار لان الجريب فروت مر، انا هحط شريحة واحدة من القشرة، هضيف مية واخلطهم. انا صفيته طبعا، بتشيلوا الطبقة البيضة، بعد كده بتضيفوا سكر او ما بتضيفوش، وهو عندكم عصير سترس او حمضيات مركز، ممكن طبعا تخففوه بمية وسكر. عشان الكمية كبيرة انا قسمته على مراحل، دلوقتي هرجع شوية شوية في الخلاط مع اضيف مية وسكر. كده بقى عندنا عصير سترس حمضيات طبيعي.